في أحد الأيام ذهب رجل أعمال أمريكي ثري للطبيب بعد إصابته بالمرض. طمأنه الطبيب أنه لا يعاني من مشكلة صحية خطيرة، هو فقط مرهق من كثرة العمل ويحتاج للراحة، ونصحه بأخذ إجازة. قرر الرجل السفر إلى المكسيك حيث يقع بيته الريفي المطل على النهر. جلس الرجل أمام بيته مستمتعا بالمناظر الخلابة والجو الصافي النقي، وأثناء استرخائه اقترب منه صياد مكسيكي. نظر رجل الأعمال الأمريكي إلى حال ذلك الصياد البسيط فرأى في مركبه البسيط بعض الأسماك. أبدى الرجل إعجابه بالأسماك ثم سأل الصياد: كم تحتاج من الوقت لاصطياد مثل هذه الكمية من السمك؟ رد الصياد: القليل من الوقت يا سيدي. فسأله ثانية: إذن لماذا لا تقضي وقتا أطول في الصيد فتصيد كمية أكبر؟ فرد الصياد: ما أصطاده يكفي حاجتي وحاجة أسرتي بالفعل. فسأله رجل الأعمال الأمريكي: ولكن ماذا تفعل في بقية وقتك؟ فرد الصياد البسيط: أرتاح وألعب مع أطفالي، أساعد زوجتي وأمضي معها بعض الوقت، وفي الليل أتجول مع أصدقائي في القرية ونجلس معا ونتسامر فترة من الليل، فأنا أمضي الكثير من الوقت خارج أوقات العمل. هز رجل الأعمال رأسه ساخرا من كلام الصياد المكسيكي البسيط، ثم قال له: سوف أسدي لك نصيحة غالية يا صديقي، فأنا رجل أعمال أمريكي مهم وناجح. أولا يجب أن تتفرغ أكثر للصيد حتى تزداد كمية ما تصطاده، ثم بعد فترة من الزمن تجمع المال وتشتري مركبا أكبر وأحدث من هذا القارب الصغير، ثم يمكنك بعد ذلك بفترة ومع ازدياد أرباحك أن تشتري عدة قوارب كبيرة للصيد، وبعد فترة من الزمن ستجد نفسك مالك أسطول بحري كبير للصيد. وبدلا من قضاء الوقت والجهد في بيع السمك مباشرة للناس، ستبيعه فقط للموزعين. وأخيرا وبعد كل هذا النجاح، ستستطيع وبكل سهولة أن تنشئ مصانع التعليب الخاصة بك وتنتقل إلى العاصمة ومنها لأمريكا بعد أن تصبح مليونيرا. سكت الصياد قليلا ثم سأل رجل الأعمال الأمريكي العجوز: ولكن كم من الوقت سأحتاج لأحقق هذا النجاح؟ رد الرجل: من 15 إلى 20 عاما فقط. فقال الصياد: وماذا سأفعل بعد ذلك؟ فضحك رجل الأعمال وقال: هنا نأتي للجزء الأفضل، ستستقيل بالطبع وتستمتع بما بقي لك من العمر، وبالمال الذي جمعته ستشتري شاليه صغير في قرية صيد صغيرة تستمتع فيه مع زوجتك وأبنائك، وتمضي بعض الوقت معهم وتلعب معهم، وتخرج ليلا تتسامر مع أصدقائك، وفوق كل ذلك تستطيع النوم لفترات أطول. فقال الصياد المكسيكي البسيط في دهشة: هل تعني أن أقضي 20 عاما من عمري في التعب والإرهاق والعمل المتواصل والحرمان من زوجتي وأبنائي والاستمتاع بصحتي لأصل في النهاية إلى ما أنا عليه أصلاً؟